تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، هذا هو الأصل، هذه القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاع، أمك بالرضاع، أختك بالرضاع، بنتك بالرضاع، خالتك بالرضاع، عمتك بالرضاع، بنت أخوك بالرضاع، بنت أختك بالرضاع، بالضبط. طبعا هؤلاء وأصولهم وفروعهم، يعني أمك بالرضاع، أم أمك، أم جدة أمك وانت صاعد، طيب أختك في الرضاع، أختك شقيقة، أختك لأب، أختك لأم، عيالها، طيب كذلك عمتك، خالتك بالرضاع، بنت أخوك، بنت أختك بالرضاع وعيالهم وهكذا. إذن الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، قال: بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين. هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، وهو كم رضعة التي تحرم، كم رضعة التي تحرم. على أقوال 3 مشهورة عند أهل العلم. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو: لو رضعة واحدة تحرم، لو رضعة واحدة تحرم، هذا قول الأكثر جمهور، بل بعضهم نقل الإجماع على هذا. أي رضعة، رضعة واحدة خلاص تحرم، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما حدد عدد معين، ما حدد عددا معين، وإنما أطلق عددا معينا، وإنما أطلقها: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لم يحدد عددا معينا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم، زوجة أبي حذيفة عفوا، وقالت له إن سالم مولى أبي حذيفة يعني قد كبر، قال: أرضعيه تحرمي عليه، ولم يقل أرضعيه 5 ولا أرضعيه 3 ولا أرضعيه 2، أرضعيه، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد عددا. فالأصل أن أي رضاعة تحرم. كذلك القصة المشهورة في الصحيح صحيح البخاري أن امرأة أتت رجلا وزوجته فقالت لهما: كيف تزوجتما؟ أنا أرضعتكما. تقول: شو تزوجتها؟ أنا رضعتك ورضعتها. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه تدعي أنها أرضعتنا، ونحن ما نذكر هالشيء، لأنهم صغار هذيك الحال، تدعي أنها أرضعت. قال: فارقها. قال: يا رسول، لعلها نسيت، لعلها وهمت. قال: كيف وقد قيل. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: كم أرضعتيهما، هل أرضعتهما 5 مشبعات، هل أرضعت؟ ما تكلم، ما جاب طاري أبدا. قالوا: فسكوت النبي أو عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم، أي رضاع يحرم. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك عفوا، ورواية عن أحمد، وهو قول أكثر علماء التابعين ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم أن أي رضاع يحرم، مذهب أبي حنيفة أيضا. هناك القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أهل الظاهر أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان 3 رضعات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا: إذا ما تحرم المصة والمصتان إذا تحرم 3، الثنتين ما تحرم إذا 3 هي التي تحرم. قالوا: فالثلاث هي التي تحرم. وهذا قول يعني ما نقول ضعيف، لكن قليل من تبنى هذا القول. القول الثالث وهو 5 رضعات، وهو المشهور في مذهب الشافعي، والذي يعني مشهور أيضا في مذهب أحمد. مذهب أحمد في 3 أقوال: 5، 3، 1، 5 أو 3 أو 1. لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها 5 رضعات، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات، ثم نسخن ب5، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني الآيات.
قالوا إذن خمس رضعات هي المحرمة. على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة، والأحوط أن يؤخذ بالخمس والواحدة. كيف؟ يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضعة واحدة، سواء رضع معها أو ما رضع، المهم رضعتهما امرأة واحدة يعني. طيب أنها يعني صارت بينهما رضعة، زين، لا يتزوجها من باب الاحتياط للدين. كذلك إذا أرضعت أو كان الرضاع ثلاث رضعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع أو يقبلها أو كذا، من باب أن خمس من الرضعات هي التي تحرم. فنأخذ بالاحتياط في الزواج ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا، احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة. فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم، ومشهور مذهب أحمد أنها خمس رضعات محرمات. طيب قال وتكون في العامين، وتكون في العامين عموم قول الله تبارك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قالوا إذن إتمام الرضاع بالحولين، بعد الحولين ما لا قيمة، بعد الحولين الرضاع لا أثر له، لا أثر له. وإذا جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة ما تكون إلا في الحولين. إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع، لو أرضعت 20 رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحول. الله تبارك ذكر أن الحولين هي تمام الرضاعة. ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ صحيح أنه لا يؤثر، الرضاع الكبير لا قيمة له، لا أثر، لأنه بعد العامين. يعني لو واحد كبير مثلا، لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي، ممكن أن يحلب له في هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه، وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره، يعني مجمد لبن، مجمد لبن المرأة نفسه يجمد، هذا أو هذا أو هذا، أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء أي شيء. المهم أنه رضع، لبن رضع مرضع. فهنا الكبير على الصحيح من أقوال أهل العلم وقول جماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر، لا يؤثر. لذلك يضربون مثلا لو رجل رضع من زوجته مثلا، يداعب زوجته وهي تو والدة مثلا كذا فيها حليب، فرضع من ثديها مثلا، فهل تحرم عليه زوجته؟ قال لا تحرم عليه زوجته. صحيح الإنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور، لكن لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته. لماذا؟ لأنه كبير، والرضاع الكبير لا يؤثر، وهذا هو الصحيح أن الرضاع الكبير لا يؤثر. يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة، أن سالم مولى أبي حذيفة، سالم توفي والده صغير ما عنده أحد، فاحتضنته أم حذيفة. طيب فكبر بعد ذلك، يعني بدأ يكبر، فقالت يا رسول الله إن سالما من قد علمت، يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني، فكيف أصلا الحجاب مشكلة بالنسبة لي، وهو أيضا بالنسبة له مشكلة أنك ما يدش يتنح بيت هلا، يعني يتنحنح، وهذا صعبة جدا يعني، وتغطوا عني ولا تقعد معاه ومحرم وهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الحالة خاصة بسالم، خاصة بسالم، ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها، هذه حالات نادرة والنادر لا حكم لها. على كل حال المهم أن الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف. نعم.